السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد العبد من دروس تعليمية أونلاين. زي ما احنا متفقين كل مرة هناخد الأول حل الفزورة الماضية، والنهاردة بنبدأ تاني بعد كده بالفزورة الجديدة. وطبعا لو أنت حابب تكمل معانا وتعرف أهم من المصطلحات الشائعة في اللغة الإنجليزية The most common idioms in English language، يبقى أهلا بيك، خليك معانا بعد الفاصل. اهلا بكم مره تانية. لو بدانا الاول بحل الفزوره بتاع المره اللي فاتت، زي ما احنا شايفين كانت بتقول ايه، هي كلها افتراضات جدليه. يعني if orange is called blue, blue is called red, red is called yellow, yellow is called green, green is called black, black is called white, and white is called orange. What would be the color of blood؟ يعني لو افترضنا الافتراضات الجدلية دي كلها، يا ترى هيبقى لون الدم ايه؟ نمبر 1 red، نمبر 2 black، نمبر 3 green، نمبر 4 yellow. طبعا لان الدم لونه الطبيعي اصلا احمر، بس احنا افترضنا فرض جدلي ان هو اسمه زي ما قلنا red is called yellow، اذا لون الدم هيبقى ايه؟ هيبقى اصفر yellow. تمام، مظبوط، برافو عليكم، كل الناس على صح ان شاء الله. نيجي بقى للفزوره بتاع النهارده، بتبدا تقول ايه بقى؟ Find the relationship in the series D N O S A J J. وفي جزء كمان من السؤال and also find the next alphabet. طبعا معنى السؤال find يعني أجد، أجد يعني the relationship اللي العلاقة in the series of letters بتاع الحروف اللي سلسلة الحروف التالية D N O S A J J. جزء تاني من السؤال and also find the next alphabet، حاول تستنتج يا ترى لو عرفت الحروف دي بدء او اول حرف من ايه بالظبط هيبقى الحرف التالي ايه بالظبط. ده معنى السؤال، بس اهم حاجه نعرف الحروف دي خاصه بايه. ونفس الكلام بتاع المره من حلقتين ثلاثه فاتهم، كنا بنقول ان الحروف اللي بتجينا ديت لها سياق متصل مع بعض، يعني ارقام، الوان، اسماء اشخاص، اسماء مواد دراسيه، اسماء حاجات معينه. تمام كده، تمام. نيجي بقى للدم بتاع النهارده عشان الناس العاده تستفيد. اول واحده عندنا النهارده mother tongue. طبعا في فوائد بتبقى idiom، فوائد بتبقى phrasal verb حسب الكلام اللي عندنا في اليوم اللي بناخده. يعني mother tongue، طبعا mother tongue اللي هي اللغه الاصليه او زي ما بنقول عليها اللغه الام. لما اقول مثلا my mother tongue is Arabic، يعني انا لغتي الاصليه هي اللغه العربيه. what's your mother tongue، يعني ايه هي لغتك الاصليه انت؟ وقال يقول لي my mother tongue is English، my mother tongue is French حسب الكلام. يعني نقطة تانية النهاردة 40 wings، 40 wings. لو جيت ترجمتها ترجمة حرفية 40 اللي هي 40، wings اللي هي الغمزة، فقول 40 غمزة، طبعا المعنى هنا معنى حرفي. طب لو قلت معناها الاصطلاحي، مقصود بها ان الواحد مثلا لما اقول I feel so sleepy so I'll have 40 wings before starting. يعني ايه؟ يعني بقول هنا انا بشعر بالنعاس عشان كده انا هاخد قليلة قصيرة قبل المذاكرة، يبقى 40 wings هنا ترادف او تساوي a short nap، a short nap اللي هي قليلة قصيرة. لكن النقطة التالتة النهاردة get by، get by امشي الحال. لما واحد يقول لواحد مثلا ايه can you speak English؟ قال له not very well but I can get by. واحد بيسأله بيقول له هو انت تقدر تتكلم انجليزي كويس؟ قال والله مش كويس جدا، لكن انا ممكن اقدر ايه امشي الحال، يعني عندي بعض المرادفات والكلمات والجرامر بحيث اقدر ايه افهم اللي قدامي واحاول اوصل له المعلومه اللي انا عاوزها. يبقى هنا جيت باي معناها امشي الحال. نيجي لاخر حاجه عندنا النهارده بوتل اب، بوتل اب يعني تكتم المشاعر ولا تظهرها. لما اقول مثلا my sister bottles up all her emotions she never shows what she's feeling، يا يعني واحد بيتكلم على اخته، الاخت دايما بتكتم مشاعرها وما تبينش ايه اللي بتشعر بيه لاي احد ابدا. يبقى هنا باتل اب تكتم المشاعر ولا تظهرها. وبكده جينا لاخر حلقه عندنا النهارده. طبعا ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب، وندعي اصحابنا يشتركوا كمان في القناه ونشر لهم الفيديوهات بتاعتنا، طبعا لان ده اصلا تحفيز لينا واكبر تشجيع لينا على ان احنا نستمر. كان معكم احمد العبد من دروس تعليميه اونلاين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.